السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة الثانية لغزة حصلت في 2008 في الوقت اللي فيه اتفتحت الحدود او اتكسرت الحدود ما بين غزة وما بين سيناء في مصر، وده كان زي ما تقول بترتيب من الامن والمخابرات المصرية انهم يفتحوا الحدود علشان تحصل شيء من يعني ضغط على الحكومة الاسرائيلية الى اخره الى اخره. كنت انا ساعتها موجود في دافوس بحضر اللي هو المؤتمر بتاع دافوس السنوي ده. اجت لي مكالمه تليفونيه من احد الزملاء قال ما تنزل هناك ونرتب لك عربيه تخش تزور غزه. فنزلت من دافوس على لندن، ومن لندن على القاهره، ومن القاهره خدت عربيه من المطار على طول من القاهره الى ان وصلنا للحدود في سيناء. وصلنا في تقريبا فجر او قبل الفجر في غزة الحمد لله. وكنت بنام هناك، في كان عندنا مكتب بقى هناك، كنت استقبلني الدكتور محمد السوسي اللي هو كان مسؤول المكتب في الوقت ده، وبيت في بيته، مش بيت هي ساعتين ثلاثة، وقلت له طبعا مش حاضر اقعد يومين ثلاثة عندكم علشان الاوضاع الامنية المتغيرة. عمل لي بعض زيارات الدكتور محمد السوسي اللي انا زرت فيها المستشفى بتاعت الشفا، وزرت فيها الجامعة الإسلامية، وزرت كذا وكذا وكذا، ولقيت وانا جالس في مكان ما واحد جايب لي ورقة بيقول لي فلان الفلان عايز يقابلك. طبعا فلان الفلان دي شخصية سياسية كبيرة جدا، فانا طبعا يعني بصيت لمحمد قلت له هل انا موجود يا محمد؟ قال لي لا انت مش موجود. قلت له انا مش موجود يا ابني، توكلنا على الله. رفضت ان انا التقي باي مسؤول على الاطلاق، وده كان بتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان في بعض الشباب المتحمس اللي كان جاي من بعض الدول العربيه الاخرى اللي جه واخد صور واتقابل مع مسؤولين وكذا 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 وكذا، وقعد بقى وريحوا والحدود اتقفلت بعد كده. هو ولما اتقفلت الحدود هم بقوا عالقين، فاضطرت دولهم الغنية تبعت لهم طيارة تاخدهم. ولما راحوا هناك في الدولة دي وكان هم أعضاء مجالس إدارات في جمعياتهم هناك، خيروا بأن تغلق الجمعية أو هم يقدموا استقالاتهم. فكلهم اللي أنا عرفتهم أنهم قدموا استقالاتهم وتركهم. ليه؟ لأنهم خلطوا العمل السياسي بالعمل الإنساني. أنا قعدت في غزة ساعات قليلة جدا، ما أخذنا العربة، وفي نفس اليوم اللي أنا وصلت الفجر وكنت أنا ماشي في مسائه إلى القاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كان خوفا من إغلاق الحدود، لأن كانت في الفترة دي بالذات في الثلاث أو الأربع أيام اللي فتحت فيها الحدود دي، تعرفوا كم كمية التجارة التي تداولت بين أهل في غزة وبين أهل سيناء؟ ما لا يقل عن 3 او 4 مليار جنيه مصري كانوا بينزلوا يشتروا كل حاجه ويدخلوها، لانه كان عليهم الحصار اللي احنا عارفينه. ده كان ايه الزياره بتاعه 2008. فتعلمت فيها كتير جدا، لان شفت المعاناه مره اخرى بعد بقى ما حصل فيه معاناه حقيقيه، وموضوع اصله بقى فنكوش الى اخره الى اخره، واصبح اهل غزه يعانون كما يعانون اليوم من شظف العيش الذي حدث هناك. في الأمور دي لما تخش انت مكان وتعرف ان المتغيرات على الحدود سريعة جدا جدا جدا، حذاري حذاري ان يكون في خلقك اللي هو ترتاح بقى وتريح نفسك وتعمل زيارات وتاكل وتشرب وتروح هنا وهنا، وده كله لا ما ينفعش. انت رايح تقدم مهمة وتؤدي وتقدي المهمه، المهمه ان احنا زرنا مستشفى الشفاء، زرنا الجامعه الاسلاميه، زرنا بعض الجمعيات، اتقابلنا مع الموظفين في الاغاثه، حمسناهم وخرجنا في عجاله في عجاله لكي لا تغلق الحدود علينا. ولما ارتاح الشباب من جمعيات اخرى ونسيوا انهم في وقت التغير فيه بالثانيه، يعني ابعدوا لما روحوا لمؤسساتهم من ادارات هذه المؤسسات، وده حدث حقيقي حقيقي حقيقي. فبالتالي اذا ذهبنا الى مثل هذه الاماكن لابد ان نعرف ميكانيكيات العمل وسرعه اتخاذ القرارات واغلاق او فتح الحدود في مثل هذه الاماكن. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.